تولت ردود الفعل حول أزمة اللاجئين التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي، وبدت أوروبا منقسمة بين دول غرب القارة ودول شرقها التي تعتبر بوابة اللاجئين. رئيس الوزراء المجري التقى كبار المسؤولين في الاتحاد في بروكسل، مؤكدا على مواقفه المتشددة إزاء أزمة اللاجئين. صورة الطفل ذي الثلاث سنوات الذي قضى غرقا قبالة السواحل التركية حرك المشاعر في أوروبا. مسؤولو بلدانها اضطروا للتعبير عن مواقفهم، مواقف مشتركة بين ألمانيا وفرنسا اللتين اتفقتا على مبدأ تحديد حصص إلزامية لاستقبال المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إنه لا يمكن لعدد قليل من الدول تحمل عبء اللاجئين. يبدو ذلك ردا على مواقف المجر المتصلبة. رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اعتبر أن تدفق اللاجئين يهدد الهوية المسيحية للقارة الأوروبية. ضغوط وسائل الإعلام البريطانية أجبرت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى تغيير موقفه شيئا ما حين قال إن بلاده ستتحمل مسؤوليتها الأخلاقية في قضية اللاجئين. أما الرئيس التركي فقد اتهم أوروبا بجعل البحر الأبيض المتوسط مقبرة للاجئين. في غضون ذلك اكتفت الجامعة العربية بالتعبير عن أسفها الشديد لغرق الطفل السوري على شواطئ تركيا.